هكا نفسك ولادي واشري عصير من المقصف. صحيتي يا ماما. سلمك ولادي، رد بالك على روحك. تكلم في انا اقرب جاي. ها شنتبي؟ من وين جبتهم هاد وما فيش في المقصف؟ هذا واكثر تلقاه في سوق الاستراحه. سوق الاستراحه؟ يا ماما. منين شريته وامتى؟ من المدرسة يا ماما. باتشا قول الحق، من اعطاه لك؟ مش قلت لك ما تاخدش حاجة من الناس؟ صدقيني يا ماما شريته من المدرسة. شن هي المدرسة اللي تبيع حوايج تسحابني غبية تو يجيبوك نحرشه فيك؟ لا يا ماما لا. هذه شنطة جديدة يا مام. وعرفتها شنطة؟ منين جايبها؟ شنطة ميني. شنطة ني يا ماما. قول لي شاراها من المدرسة تاني حتى هي. ايه حلوة ولا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ماما مريتيش غلاف المخدة اللي فيها؟ هذا شنو؟ شنو الدجاجة هادي؟ منو جابها؟ هذا بطشة جابها. ونلقاها بطشة بالقفص متاعها. كسلي فيا وين ندري عليه، كل ما نسأله يقول لي من المدرسة. شوفي شوفي شن عنده في شنطة. منين جايبهم الحاجات هادم كلهم وحديدة باسمي فوقها؟ خليك من الحديدة، شوفي ربطة المعدنوس وصونية الفخار. من يبيع في المدرسة صونية فخار؟ لا يكون ولدك يخنب وحنا ما ندروش. ليلي شن قصرت معاه ولادي باش يخنب كل حاجة يباها جبتها له؟ تربية وربيته، ضرب وضربته، شنو ندير أكتر من هيكي؟ مرات ما يخنبش وظلمناه. تو اختيني انتي، يخنب ما يخنبش، يخنب ما يخنبش. انتي شديري يا ماما، غدوة بري للمدرسة وراقبيه من غير ما يحس بيك، وشوفيه وين يمشي ومع من يمشي. مرات هو ما يخنبش بس مخلط على شلة تخنب. ماشي بطشة، المقصف مش غادي. لا يكون يهرب من المدرسة حلالي. انتاشة هادي دينار دينار، اي حاجه دينار. كم هادي؟ حوت حوت سردينا كرامات تفضلوا. دايد اسم بالانجليزي والعربي حسب الطلب. كزياني كزياني، ما تلقاش الا في سوق الاستراحه. مش فاضيتها تخربش لي مناديري بضوافرها. وش عامل؟ شني شعورك تكلم فيا قدام الباب؟ ثواني يا راجل، ليك وحشه ما عاد شفناك. شبيك شبيك شوش بين يديك. بساطة واضحة كناه لين داب. زيدي يدهك يزيدي. نجد ما عرشي آخر أخبار بنتهم وانت عرش. بسيطة هاي باهي نتفودك حاصل فيكم.